يعني وجهات نظر عديدة حول عيد الاستقلال، وهذا شيء يعني مؤكد، ودائما اختلاف وجهات النظر يعني موجود، ولكن كانت الفكرة أنه قصة نجاح في أمريكا تعرض في يوم الاستقلال، نحترم كل ذلك، وبالأهم أننا نعيش الاستقلال ونتمنى أن نصل لاستقلال حقيقي في أفعالنا وأقوالنا وقراراتنا إن شاء الله تعالى. ابقوا معنا بعد الفاصل. سنكسر الاقتحام والمسيرة. عاصفة إلكترونية لصد اقتحامات قطعان المستوطنين ووقف مسيرة أعلامهم المزعومة. وقبل الحديث عن هذه الحملة لنشاهد هذا المقطع اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لطفل فلسطيني غاضب وتضايق كيف رفع العلم الصهيوني من قبل أحد المستوطنين. لنشاهد بداية هذا المقطع. كل ما فيه هنا مسجدي 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 يا شباب قدسنا فيكم انقضى الألم فليحيد الغاصبون. يعني هؤلاء أطفال القدس قبل أن يكونوا شبابها الذين سنرى عملهم في صد هذه المسيرة المزعومة. نذهب للتغريدات على وسم سنكسر الاقتحام والمسيرة. من التغريدات الدكتور أسامة الأشقر، قالت الأوغاد إننا سنرفع العلم بلا خوف وسنسير برؤوس مرفوعة حاملين الأعلام. قلنا إنكم تحتلون القدس منذ أكثر من نصف قرن وما زلتم تخشون السير بأعلامكم في شوارعها. حاولوا أن تسيروا بيننا بكامل حشودكم دون أسلحتكم النارية وسنرى كيف تفرون كالنعاج السمينة العرجاء. عبد الرحيم الصيفي، بهدف تمرير مسيرة الأعلام يمهد الاحتلال ذلك بحملة يشنها على المقدسيين من إبعاد وحظر واعتقالات تطال كل من يتكلم ويؤثر في وسطه، إضافة لاستدعائه 7 كتائب من الشرطة لتأمينها وشنه الحرب النفسية بتفوقه وقوته. فلنكن صوت إخواننا وصداهم وسندهم لصد هذا العدوان. تعليق آخر من نافذة بحرة، لا سمح الله، كل من شاهد حال الأقصى وهو يدنس ولم يحرك ساكنا بأي وسيلة. أنا عبر سكايب المتحدث باسم الحملة الأستاذ عبد الرحيم الصيفي. مرحبا بك أستاذ عبد الرحيم. أستاذ عبد الرحيم، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك، حياك الله. الله يحييك. بداية عرفنا عن الحملة ولماذا الآن وما هو الهدف من هذه الحملة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على قائد الفاتحين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حملة سنكسر الاقتحام والمسيرة انطلقت لترد على اعتداءات المستوطنين في ساحات المسجد الأقصى المبارك التي يخططون من خلالها اقتحام المسجد الأقصى المبارك غدا الأحد في ذكرى ما يسمى يوم توحيد القدس، وللرد على مسيرة الأعلام الصهيونية التي ستمر غدا من باب العمود ومرورا بالحي الإسلامي في البلدة القديمة لتؤكد على أن السيطرة هي صهيونية والسيادة هي للكيان الصهيوني المزعوم. فكانت هذه الحملة للرد ولنشر التوعية في المجتمعات العربية والإسلامية تجاه المخاطر المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس عموما. هذه الحملة انطلقت على عدة مسارات، من ضمنها حملة تغريد كانت بالأمس على تويتر على هاشتاج سنكسر الاقتحام والمسيرة، واليوم أيضا حملة لرفع العلم الفلسطيني على أسطح المنازل في جميع الدول العربية والإسلامية كرد أولي على مسيرة الإعلام الصهيونية. أستاذ عبد الرحيم، كيف كان التفاعل مع هذه الحملة؟ بحمد الله التفاعل كان جيد جدا. تقريبا وصلنا بعض الترندات في بعض الدول العربية، لم نصل إلى أغلب الدول العربية، ولكن بالمجمل نشر الوعي من أهم الأولويات كانت في هذه الحملة.
على مدار 3 أيام متواصلة يعني نشرنا مجموعة من التصاميم ومجموعة من المعلومات التي تفيد وتوضح المخاطر المقبلة على المسجد الأقصى المبارك خصوصا وعلى مدينة القدس عموما من بوابة مسيرة الأعلام الصهيونية في ذكرى ما يسمى يوم توحيد القدس. هل أنتم مستعدون لما قد سيكون؟ بإذن الله رب العالمين. يعني إحنا أول شيء ثقتنا بالله تعالى وثقتنا بأهلنا في القدس و طبعا واكيدا ثقتنا بالمقاومه الفلسطينيه القابضه على الزناد التي يعني اكدت دائما ان سيف القدس لن يغمد وان المقاومه يعني باذن الله قادره على صد اي عدوان ويعني بقدره الله سبحانه وتعالى وبهمه المرابطين وباذن الله نحن سنكون سندا وعونا لهم سيفشل هذا الاقتحام ولن تمر مسيره الاعلام باذن الله من باب العمود ومن الحي الاسلامي في مدينه القدس. الاستاذ عبد الرحيم الصيفي المتحدث باسم حمله سنكسر الاقتحام والمسيره، شكرا جزيلا لك. حياك الله.